إن مطالبتنا باستقلال القضاء لا يمكن أن نتخلى عنها مهما كان الثمن، قررنا ولا رجعة في ذلك مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر يوليو 2019. احنا نساندوهم وطلباتهم كانت واضحة. الطلب الأول هو تحرير القضاء من السلطة الإدارية. الطلب الثاني هو ترك مساحة مناسبة للقضاة من أجل الاشتغال خاصة في متابعة ملفات الفساد. القضاة هذو نحب نحييهم لأنهم يرفضوا يكونوا يشرفوا على الانتخابات اللي يدعو إليها النظام 4 جويلية، قائلين أن النظام يستعمل القضاء لإعطاء الانطباع بأن هذه الانتخابات نزيهة.